تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم جولة جديدة في الشرق الأوسط لبحث جهود إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن الجولة ستبدأ في الرياض قبل التوجه إلى عمان للقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. كما من المقرر أن تشمل الجولة زيارة إسرائيل بالإضافة إلى مدينة رام الله.